أحمد عثمان قال إن حكومة الوفاق الوطني السودانية سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وقال إن الإعلان عن هذه الحكومة سيترافق مع كافة الترتيبات المتعلقة بالتشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني. تصريح عثمان يأتي بعد أن أعلن حزب المؤتمر الشعبي قبوله بمشاركة رمزية في حكومة الوفاق، ويأتي الإعلان عن الاستعداد لتشكيل هذه الحكومة تزامنا مع تسريبات نقلتها الصحافة الإسرائيلية مؤخرا، وتحدثت عن إمكانية فتح قنوات اتصال بين الإسرائيليين والسودانيين، بدءا مما أوردته صحيفة هآريتس الإسرائيلية عن طلب إسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ خطوات من شأنها تطوير علاقتها بالسودان، وانتهاء بتصريحات عضو لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الحوار الوطني إبراهيم سليمان بأن اللجنة صوتت لإقامة تطبيع للعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع أرحب هنا في الاستوديو بالكاتب والباحث السوداني سيد خالد الأعيسر. نرحب بك سيد خالد الأعيسر في هذه الحلقة من أضواء الأحداث. بداية، لماذا يبدو أو تبدو ولادة هذه الحكومة عسيرة حتى الآن؟ ما الذي دفع الحكومة السودانية إلى إعلان أو إلى تأجيل إعلان تشكيل الحكومة حتى الآن؟ وفي واقع الأمر لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. عندما أعلن الرئيس البشير في 28 يناير 2014 عن رغبته في إجراء حوار وطني، استبشر الناس بأن تكون تلك الخطوة خطوة مفصلية في تاريخ العمل السياسي السوداني، لا سيما أن الرئيس البشير قد تطرق لأربع نقاط رئيسية كانت بداية بإيقاف الحرب وامتدادا بقضية الحريات والمشاركة السياسية ومناقشة قضية الهوية وكذلك قضية الاقتصاد الذي يتدهور كثيرا. ولكن بكل أسف الذي أفصحت عنه هذه العملية السياسية أخيرا أكدت أن القوى السياسية السودانية دون ما أدنى شك لا تزال تعاني الأمرين، بمعنى أن الخلافات والتصدعات السياسية داخل هذه الأحزاب كانت واحدة من أسباب أو من أهم العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة الوفاق. وهل يعني طبيعة هذه الأسباب ترتبط بحصة هذه الأحزاب في الحكومة القادمة أم بطبيعة مشاركة هذه الأحزاب في هذه الحكومة، يعني نوع الوزارات التي ستستلمها؟ والمفارقة الغريبة في هذه المعادلة السياسية أن الأحزاب السياسية السودانية بلغ بها حد الخلاف إلى أن وصل في واحد من الأحزاب إلى حد إطلاق النار بين اثنين من المتصارعين على مراكز السلطة في هذه الحكومة، حكومة الوفاق الوطني. إذن المعادلة الخلاف في المعادلة لم يكن حكومة ومعارضة، وإنما داخل التكوينات المعارضة نفسها هناك من يرقبون في الاستئثار بمناصب قيادية من خلال هذه العملية السياسية، وذلك بكل تأكيد يؤكد رغبتهم في تحقيق مصالح شخصية ليست ألا ينسف ذلك إذن أسس الحوار الذي من أجله المعارضة قبلت بالجلوس على طاولة واحدة مع الحكومة، ويظهر بأنه كأن الرئيس السوداني استطاع أن يفرغ صفوف هذه المعارضة من أجل كعكة صغيرة لا تتسع أو لا يمكن تقاسمها مع الكل؟ وفي واقع الأمر الشارع السوداني الآن لا يلغي بالا لتعيين هذه الحكومة ومن يمثل في هذه الحكومة، لأن القضايا الأربعة الأساسية التي استند إليها الحوار وهي قضية الحرب، إيقاف الحرب والنزاعات السياسية، لا تزال الحرب تجري على قدم وساق في أغلب ولايات السودان، لا سيما دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، مع العلم أن هناك وقفة لإطلاق النار، ولكن الأمر يمكن أن يتفجر في أي وقت. هناك قضية الحريات ونشهد تراجعا كبيرا. المشاركة السياسية أيضا لا تعبر عن كل مكونات العمل السياسي السوداني، بمعنى أن هناك حركات مسلحة لا تزال موجودة خارج سياق هذه المعادلة السياسية، حركات المعارضة في دارفور والحركة الشعبية في جنوب كردفان وما إلى ذلك. قضية الاقتصاد، الجنيه السوداني لا يزال يتدهور، علما بأن الدولة السودانية رهنت الإرادة السياسية الإرادة الاقتصادية لبعض دول الخليج وفق اتفاقات ثنائية لا تعبر عن مصالح الأمة السودانية بقدر ما هي تعبر عن مصالح أفراد داخل النظام الحاكم الآن. طيب، إذن وهذا يخالف القواعد والقوانين لماذا الدولية. وافقت أحزاب عريقة على الدخول في هذه الحكومة بمشاركة رمزية كالمؤتمر الشعبي؟ المؤتمر الشعبي ليس عريقا قياسا بأحزاب تقليدية كما هو حال حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي، وحزب الأمة لا يزال يعارض ولم ينضم إلى هذه المعادلة السياسية، لكن الدعوة التي توجه بها الرئيس البشير في 28 يناير 2014 كانت واعدة لحد كبير، وكانت حديث كل الشارع السياسي السوداني، إلا أن الحكومة أرادت أن تعجل بجني المكاسب خصما على تحقيق اتفاقات تخاطب هذه القضايا أو المرتكزات الأربعة التي تطرق إليها الرئيس البشير. وبالتالي من يريد فعلا أن يغير
من سلوكيات النظام لم ينضم لهذا الحوار الأحادي. تعيين بكري صالح، الفريق بكري صالح نائب عمر البشير رئيسا لهذه الحكومة، هل يوحي بدلالات حول دور المؤتمر الوطني ودور عمر البشير تحديدا في هذه الحكومة؟ هو يوحي بدلالات تشير إلى قوة وسطوة الإرادة العسكرية في الدولة الحاكمة في السودان، لا يعبر عن إرادة سياسية حقيقية، لأن السيد بكري الفريق بكري حسن صالح هو بصورة أو بأخرى يعبر عن لسان حال المؤتمر الوطني، وبالتالي كان متفقا أن يتم تعيين شخص محايد في هذه الوظيفة، وظيفة رئيس مجلس الوزراء، ولكن بكل أسف تم تعيين بكري حسن صالح علما بأنه شخصية مقبولة إلى حد كبير حتى داخل أوساط المعارضة، ولكن بكل تأكيد لا يعبر عن طموح الشعب السوداني والطموح الإرادة السياسية المعارضة في أن يتبوى هذا المنصب شخصية وطنية، أن تتبوى هذا المنصب شخصية وطنية محايدة وليس الفريق بكري حسن صالح. ننتقل الآن إلى موضوعنا الثاني في الملف السوداني حول دعاوى التطبيع بين السودان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. معي عبر الهاتف الكاتب والصحفي فراس أبو هلال من لندن. سيد فراس أبو هلال، هل يمكن البناء على معلومات قيل وقال تناقلت هنا وهناك أن هناك اتجاها حقيقيا للتطبيع بين الحكومة السودانية والحكومة الإسرائيلية؟ لا بالطبع، يعني لا نستطيع الحكم على تسريبات صحافة إسرائيلية حتى الآن. معظم ما ذكر حول إمكانية إقامة تطبيع للعلاقات بين السودان وإسرائيل هو جاء في صحف إسرائيلية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها على أنها يعني أخبار مؤكدة، ولكن دائما في السياسة التسريبات تدل على يعني مخاوف، ومن الجيد أن تطرح ما هي هذه المخاوف؟ يعني ما هي المخاوف إذا كنا يعني نريد أن نسميها يد النار وراء ذلك الدخان؟ يعني هناك عدة مؤشرات. أولا الصحف الإسرائيلية قالت بأن لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الحوار الوطني صوتت على موضوع إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل، وهذا لم ينفيه بعض المتحدثين، حتى المتحدثين الذين كانوا مشاركين في لجنة الحوار في بعض الصحف العربية، وإن كانوا أكدوا بأن اللجنة أقرت بعدم التوجه لإقامة مثل هذه العلاقات، ولكن ما نشر على لسان أعضاء في لجنة الحوار في بعض المواقع والصحف العربية بأن هذا الموضوع تمت مناقشته فعلا. هناك أيضا مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تعرض على السودان تخفيف العقوبات المفروض عليها مقابل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وبعض وبحسب الصحافة الإسرائيلية، وأقولها بين قوسين حتى لا نؤكد ذلك إلا إذا تم تأكيده من مصادر سودانية أصيلة، وأن وزير الخارجية السوداني لم يعني يستبعد دراسة مثل هذا المصدر. طيب، وقال بأن السودان ترحب بدراسة هذا المصدر. لماذا السودان؟ يعني معروف أنها تخضع لعقوبات أمريكية منذ أمد طويل، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل لديها علاقات جيدة وقوية ومتينة واستراتيجية مع دول عربية لا تقيم علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا تعترف بها أيضا. يعني السودان أولا بالنسبة للولايات المتحدة تعتبر نظاما معارضا، أو ما كان يعني ما يطلق عليه في بعض الأدبيات الأمريكية بالدول المارقة حسب وجهة النظر الأمريكية، وهي موجودة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، فبالتالي هي حريصة أن تغير وضع السودان لتصبح دولة متوافقة أو متوائمة مع السياسات الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، منطقة إفريقيا هي منطقة مهمة بالنسبة لإسرائيل، وإسرائيل تقيم علاقات جيدة مع عدد كبير من الدول الإفريقية، ولديها دور كبير في إثيوبيا وفي إريتريا، وحتى كان لديها دور في جنوب السودان قبل أن يتم انفصاله عن السودان. وأيضا هناك أصوات داخل الحركات المقاتلة أو المعارضة والانفصالية في دارفور أيضا كانت دعت بصراحة لإقامة علاقات مع إسرائيل، فبالتالي هي منطقة حيوية بالنسبة ل إسرائيل. كذلك أن إسرائيل تعتبرها لديها علاقات جيدة مع
حركات فلسطينية، وبالتالي حركة حماس حسب ما تزعم إسرائيل التي قامت بقصف يعني في قصف مناطق في السودان كما نعلم في العام 2012 في زعم وجود تهريب للأسلحة إلى قطاع غزة، فهي أيضا حريصة على أن تتحول هذه الدولة التي هي عدو محتمل لإسرائيل إلى دولة صديقة. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي فراس أبو هلال. سيد العيسر، هل يعقل فعلا أن تتحول الحكومة السودانية من أكبر داعمي ومناصري القضية الفلسطينية إلى دولة تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وتطبع معها؟ وبكل أمانة لم يعد الشأن الإسرائيلي لدى صناع السياسة السودانية على ما يبدو خطا أحمرا كما كان في السابق. هناك حديث تم هنا وهناك من بعض رموز السلطة الحاكمة في السودان بأن التطبيع مع إسرائيل لم يعد أمرا مرفوضا. تعلم أن هناك ضغوط كبيرة تمارس على السودان منذ زمن طويل، ولكن الواضح جدا أن الحكومة السودانية ترغب في التطبيع مع عدد من الدول على رأس الولايات المتحدة الأمريكية لغرض تحقيق مكاسب سمية اقتصادية أو ولكن هل تعتقد ضمانات أن ذلك سيكون ثمنه يعني القبول بالسودان في ورفع العقوبات عنها أمريكيا؟ سيكون ثمن التطبيع مع إسرائيل؟ وإذا نظرنا إلى التحول الكبير الذي جرى منذ أن أوقف السودان علاقاته الاستراتيجية سميها إذا شئت مع إيران وتحول إلى الجهة الأخرى لمؤازرة القضايا العربية ونشهد الدور المتصاعد للسودان في قضايا عربية كما هو الحال في قضية اليمن، هذا حدث تحولا كبيرا في مجريات السياسة الدولية تجاه السودان. وليس بسر أن هناك بعض التقارير تشير إلى أن هناك تعاون أمني يجري بالفعل على قدم وساق ما بين السودان وإسرائيل عبر وسيط أو طرف ثالث وهو الإدارة الأمريكية سميها أو مؤسسات الأمنية المعنية بالقضايا التي تتصل بقضايا الإرهاب ومحاربة التطرف. وبالتالي ليس غريبا أن يتعاون السودان مع إسرائيل في قضايا أمنية إذا جاز لنا أن نقرأ تلك التقارير في سياق الصحيح. ولكن هذا التخمينات، نحن نبني على معلومات أوردتها الصحافة الإسرائيلية. وأيضا من التخمينات ما أشار إلى أن هناك تواصل قد تم بالفعل ما بين السودان وإسرائيل، وكل هذه الأريحية والقبول الأمريكي إذا جاز لنا أن نسمي هو جاء كنتاج بحكم توصيات من الإدارة الإسرائيلية أو الصحافة الإسرائيلية. نحن نتحدث عن قضايا جوهرية حصلت أو حدثت في سياسات السودان الخارجية ليس فقط على الصعيد العربي وإنما في مجمل القضايا المحيطة وقضايا التعاون في ملف الإرهاب ومحاربة التطرف والوضع حد للهجرة الدولية فيما يلي قضايا الهجرة غير الشرعية التي تعبر الأراضي السودانية. إذن هي قضايا متشابكة، ولكن أنا أشكك في أن السودان من الممكن أن ينفتح في علاقاته مع إسرائيل إلى حد التطبيع، ولكن لا بأس من علاقة سرية تجري تحت الجسر عبر تعاون أمني سمي إذا شئت أو خلاف ذلك من التعامل. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السوداني سيد خالد العيسر. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.